حاضرين يا مستر. ايه؟ تفضل يا دكتور. على هي كلمة سعودي شوية، حاضرين يعني. We are ready. طيب عايزين حد يحل لنا السؤال ده، حلو بطريقة لطيفة كده. ضمن حد كده يحله لنا، يعني يقولوا لي معاك اعمل. يا مستر. طيب انا هاخد السيلز بتاعنا، تمام. اعمل ايه؟ قول لي كده واحده واحده، اعمل ايه؟ هو دلوقتي عايز التغير في الكاش، فالكاش في اول مده عندي كان 100، فهنشوف الكاش عندي اخر المده يبقى كام ونعمل كومباريزون ما بينه وبين اول مده، جميل. تمام. طيب الكاش اللي داخل عندي هيبقى المبيعات، هيبقى المبيعات كلها ال 700 وال 800 و50% من اخر 60%، سوري 60% من يعني 700 40% من كلها مارس. معايا ال 700 كلها معايا وال800 كلها معايا، وال 800 كلها معايا، وقد ايه من ال500؟ 40% من 500. طب ثانية واحدة، كلنا اجري على الكلام ده؟ على حسب اللي هيتقال بعده. تمام، في اكونت ريسيفبل المفروض برضو هاخده لا انا معايا. بتكلم لحد هنا في المبيعات، تمام؟ استكمال الإجابة نفسها، ما هو ده استكمال الإجابة فرع. فرع. انت احنا هنتكلم في اصول فقه. بص معايا الله يكرمك، فرع عن التصور. فرع عن انت معايا؟ تصوره عايز. ايوه. لا انا بتكلم، انتوا لقطين ليه ضربنا ال 500 في ال 40%؟ ماشي خلاص. انت طب لو انا شغلت بتكلم على بقية الانستراكتور يا اللاين. احمد، انت لو شغلت الانستراكتور والله هتخلي العيال تشد بشعرها. ماشي اوكي ماشي. يبقى ال 700 كلها معايا وال 800 كلها معايا، واخر شهر 500 في 40%. ماشي الحل؟ طيب ايه تاني يا استاذ عبد المنعم؟ اتفضل. الاكونت ريسيفبل الاول مده 300 كلهم معايا برضو، جميل. تمام. ده كده اجمالي الكاش ان. الكاش اوت هيبقى معايا الاكونت بايبل الانفنتوري ال 500 كلهم، ماشي. تمام. وهنجيب بقى الانفنتوري بيرشيزنج كل شهور، ال 350 كلها معايا لان 50 50، وبرضو ال 425 كلها معايا، تمام. وال 225 معايا منها 50%، 112 500 بس. دي مع خلاص، دي واضحة يا شباب. آخر آخر شراء مخزون في شهر مارس أخدت منه بس حتة اللي هي 50%. 50% منه. واضحة دي؟ معلش معلش يا باشا، ممكن من الأول لأن كنت لسه داخل، فممكن بس من عينينا. أنا آسف. ده لا يا تسلم فندم، عينك. لا يا فندم. اتفضل اتفضل عبد المنعم. ماشي، يلا يا فندم. احنا عايزين نجيب التغير بتاع الكاش، تمام. ف اتفضل. هنجيب توتال ان وتوتال اوت. الان عندي السيلز زي ما قلنا ال 700 كلهم بالراحة يا هناخدهم. عبد المنعم، اعمل لك زي بقى اكني طالب. لو سمحت بالراحة، اتفضل بالراحة يا شوية. فندم. طيب طيب 700 خدناها كلها، اتفضل. ال 700 كلها معايا علشان 60 40 هيتحققوا في الكوارتر، ماشي. تمام. ال 800 زي ما قلنا برضو نفس النظام، هيتحققوا في الكوارتر كلهم ماشي اللي هي، تمام. المارش 500 هناخد منهم 40% بس اه. دي بتوع الكيش. ليه عملنا كده؟ لان هنا بيقول لك ايه، الشركه متوقعه بتحصل من مبيعاتها 40% في الشهر و60% في الشهر اللي بعده، فيناير متحصل هنا وهنا فكله معايا في الكوارتر، فبراير هيتحصل هنا وهنا فكله معايا في الكوارتر، لكن مارس هاخد منه بس ايه، الاربعينيه دي، الستين دي مش هتخش معايا في الكوارتر. ممتاز. فضربنا ال 500 في ايه؟ في ال 40%، 40%. جميل جدا. بعد كده تمام. الاكونت ريسيفبل عندي اول مده 300 كلهم اتحققوا معايا. ممتاز، يبقى كده ده المبيعات بتاعتي تحصيلها والريسيفابلز، كل الكاش اللي داخل، كل الكاش اللي ايه؟ اللي اللي داخل داخل. طيب الكاش اللي خارج بقى مكون من ايه؟ الاكونت بيبل كلها، تمام. اللي هي ال 500 دي 500000 زي الفل. لاول مده، تمام. البرشيزنج برضو نفس التحقق بتاعه زي السيلز، ال 350 اتحقق كلها، 50 50 هيتحقق في نفس الكوارتر. يعني ده معناه ان شراء المخزون ده هدفع نصه هنا ونصه هنا فكله داخل في الكوارتر، ده نصه هنا ونصه هنا كله داخل في الكوارتر، لكن نيجي عند ال 225
شراء دماغك المخزون في ده خمسة. انا هدفع بس في الكوارتر 50%، وربنا يسهل في ابريل بقى بره الكوارتر هدفع الباقي. فعشان كده اخذنا ال 350 كامله، ال 425 كامله، هنيجي على مارش ناخد 50% من ال 225 دي نضربها في كام قلنا؟ 50%. 50%. جميل. هناخد معانا الاذر اكسبنسز كامل كلهم لانهم بيتحققوا في نفس الشهر. يبقى ده كده الانفنتوري، الاذر اكسبنسز 150 175 و175. حلو قوي. دول عاملين كام؟ 112 500. 112 500. واضح الكلام؟ شغال يا شباب؟ واضح يا فندم. معنى كده يا فندم ان الاكونت بيبل الانفنتوري ال 500000 دي كانوا في الاصل 100 مليون، واحنا دفعنا منهم 500 بناء على البوليسي بتاعت دفع البرشيزنج، صح؟ ال يعني ال 300 دي؟ لا لا، ال 500 اخر رقم تحت خالص، ال 500 دي؟ كان بيبل 500 دي كانت مليون، بس احنا دفعنا ب 50%، صح لو كده؟ لو لو افترضنا ثبات الباترن يعني. ما انا قصدي كده يعني. بناء على البوليسي اللي صح. واضح كده؟ طيب دي حاجة جميلة جدا. مستر ممكن نقلو الريكوردنج بس؟ حاضر. في حد عايز ريكورد يا شباب؟ شكرا مستر. ماشي. طيب احنا كده ايه كده كاملين ولا في حد لسه ما جاش؟ شكل محمود لسه ما نشتغل على 78. ايه؟ لا نشتغل على 78 ولا 78. صح حضرتك وقفت عليه يعني، فاكر ان احنا نشتغل عليه. طب تعالوا نحل ده، ولا ده اللي احنا كنا بنحله؟ هنحل ده يا شباب، 80 ده اللي خلص يبعت على الشات. لو حد ما بيسجلش وعايز يسجل يعرفني بس.
يلا بينا يا شباب. طيب يلا بينا بقى. طيب ممكن حد كده يبسط لنا الدنيا ويقول لنا نعمل ايه، يقول لنا ايه المطلوب ونعمل ايه. حد كده يتبرع ويقول لنا. يلا المطلوب نفس السؤال اللي فات باختلاف بس الحسابات. هو بيقول لك انا عايزك تقول لي رصيد اخر المده كام من الكاش لفبراير. حلو قوي. سيادتك كنت بادي برصيد اول المده كام؟ نبدا من الريفينيو من فوق الكاش 200,000. ماشي ماشي. طب اتفضل يا كمل. اوكي انا هاخد 60% من ريفينيو في جينيوري ماشي المطبقين في فبراير، وهاخد 40% من الريفينيو بتاع فبراير. تمام. الانفنتوري برضه هياخد 50% المتبقيه من جينيوري هتخرج، و 50% من فبراير برضه هتخرج، هيبقى اوت فلو. ماشي كامل جينيوري كامل يتحقق بعدين متبقي 50% من جينيوري. تمام. انا ولا في حاجه غلط يا دكتور؟ لا لا كمل كمل. طيب الـ other expenses هاخد بس الـ expenses بتاعت فبراير الـ 175,000. ماشي. الكاش عندي 300. هو عايز ده عايز سوري 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 يا احمد معلش، ده عايز قفلة فبراير. سوري. تمام افتكرته عايز قفلة الكوارتر. حلو حلو. اوكي. طب انتوا لاقطين مع احمد كده وهو شغال؟ ولا ناخدها على اكسل لاي احسن؟ خلاص اتفضل على اكسل عشان الناس كلها تبقى مركزه. بس للاسف مفيش اكسل في الامتحان عشان الناس تشوف الطريقه بس. طيب انا دلوقتي بادي برصيد اول المده 200,000 دولار في اول يناير، صح كده؟ السؤال بيقول لي بقى في اخر فبراير رصيد الكاش كام، صح كده؟ انا فاهم صح ولا غلط يا احمد؟ مظبوط يا دكتور. جميل. قول لي بقى هعمل ايه؟ هضيف عليهم الجنيوري ريفينيو 60% المتبقيه. انا مستغرب من الطريقه اللي انت شغال بيها دي، انا مش لاقط. عايز اعمل ايه؟ انا هجمعهم برضه عادي، ابتدي من تحت عادي من المعطيات اللي تحت. اوكي. انت بتتكلم على 300 دي؟ لا لا انا بتكلم على ال 700 اللي فوق في الريفينيو جنيوري. اهم هاخد منهم 60% في فبراير ان. ماشي. فبراير هاخد 40% من ال 800,000.
ماشي. بالنسبه للانفنتوري بارشيز هاخد 50% من ال 350 بتاعه شهر جانيوري. ماشي. بلس 50% من 425 بتوع فبراير. طيب تمام. ماشي. الاكسبنسز هاخد بس اللي تخص فبراير توتال. بلس الكاش البيجنينج كاش اللي هو 200,000 بلس 300,000 ماينس 400,000 اللي هم الارقام اللي تحت المعطيات بقى تحت الجبن. يعني هنا ازود بلس 200 بلس 300 ما انا 200 حطه فوق. ماشي ماشي 300 ماينس 400. جميل. عايز حاجة تانية ولا ايه؟ كده عملت ايه؟ موجود يعني مش انا معاك زي انت عايز كمل. خش يا استاذ محمد يحيى. طيب والله مش هتتحط الكش اخر في الميه. انت ليه مشيت بالمقلوب يا احمد؟ طيب معلش ممكن تشتغل انت وانا برضه لو في حاجه وقعت مني او غلطت هظبطها. طيب هو عايز منك ايه هنا في السؤال يا احمد؟ عايز الكاش للشهر فبراير. الكاش اندنج الكاش اندنج بالانس في شهر فبراير صح كده؟ تمام. والمعلومات اللي هو جايبها لك دي بتاعت شهر ايه؟ بتاعت امتى؟ فبراير بدايه الكوارتر صح؟ تمام. بدايه الكيو عندك قال لك انت عندك في الكاش فيه كام؟ في 200,000 والاكونت ريسيفبل فيها 300,000 والبيبل عليك كام؟ 400. فانت طبيعي انت عندك الاوبننج بالانس بتاع الكاش كام؟ 200. حلو. هزود عليهم الاكونت ريسيفبل بتاعي اللي موجود اللي هي 300. تمام تمام. طيب انت عندك بقى في شهر يناير انت بعت بكام؟ 700. بعت بكام؟ 700. هتحصل منهم كام ال 700 دولت؟ حصل 40 في جانيوري و60 في فبراير. انا محتاج ال 60 بتوع فبراير. تمام كده. طيب يبقى هنحصل هنا كام؟ انت لو عايز احنا ممكن نمشيها شهر شهر يعني عشان نطلع الكاش بالانس بتاع يناير. فحصل هنا 40% فحصل 280. حلو كده. وال 400 الاكونتس بيبل دي كلها هتدفع اللي عليك. تمام. طيب وانت عليك اكونتس بيبل في شهر يناير كام المفروض تدفعهم؟ انا لطخت من ليش؟ اشتريت انفنتوري بكام؟ في يناير. هو انا ليه اخدت اصلا المبلغ بتاع جنيوري ب 40%؟ خدت بتاع يناير ب 40%؟ انت هتحصل كام في يناير؟ هو محتاج فبراير مش محتاج في يناير. ما انت لازم عايز اعرف الرصيد اللي انا هفتح بيه في الكاش بالانس بتاع يناير بتاع فبراير كام. طيب كمل الاجابه بس عشان ما تشرح السؤال كامل. اوكي ماشي. مش انت دلوقتي انت عايز الرصيد اللي هتقفل بتاع فبراير هتحصل كام في فبراير؟ تمام. طيب مش لازم تعرف الكاش بالانس بتاعك في فبراير هيبقى كام في الاول؟ ما هو 60% من مبيعات الشهر اللي قبله وفي 40%. لا. انا كده كده حصلت من ال 700 دول 40%. هيتبقى 60% كده كده هحصلهم ان فبراير. يعني يحيى معلش انا اسف للقطع. يعني انت دلوقتي الفكره كلها ان انت دلوقتي جالك البيجينج بالانس بتاع الاول السنه اللي هو يناير. انت دلوقتي عايز تحسب رصيد 31 يناير عشان يبقى ده البيجينج بالانس بتاع فبراير وبناء عليه تقدر تضيف عليه الكوايرمنت اللي هو حاطط على فبراير فتقدر تجيب الاندنج بتاع فبراير. فعشان اجيب فبراير فانت عشان كده هتاخد المعطيات بتاعه البيجنينج وتوصل ل 31 يناير اللي هو البيجنينج بتاع فبراير وتضيف بقى عليه المعطيات اللي هو عملها احمد كان بيقولها. يعني احمد فهمني. فبالتالي هتديك رصيد في الاخر يا احمد. تمام حضرتك وصلت. تمام كده. ممكن اكمل انا بس معلش؟ طيب عشان انا ورايا هديه عايز اديها لهم وشكل السؤال ده كده احنا ايه هنتسحر مع بعض. ماشي يا باشا بلاش الهدايا بتاع
بتاعتك دلوقتي. طيب انا عايز بس انا ما اعرفش احنا ليه يعني انا عشان اروح التجمع اطلع اخد الدائري واطلع على كده، انا لقيتك رحت فيصل وامداد الرمايه وبعد كده تسال فين التجمع، انا ما اعرفش ليه حصل كده بس خلينا نشوف كده. دائري زحمه. ده زحمه ده انا دائري حصل زلزال. طيب انا بادي 200 جنيه في جيبي، حلو، بادي رصيد اول المده فيه 200 جنيه في جيبي، جميل قوي، هحصل عليهم 300 ريسيفبل اجري صح كده، وهطلع منهم بيبل 400 كده، خلصنا خلاص من البالانسز دي، ماشي الكلام، واضح الكلام. انا بدايه كلامي اول يوم في يناير في جيبك كام؟ 200 جنيه، حصلت 300 ريسيفبل ودفعت 400 بيبل، اجري ايوه يا فندم. حلو قوي. بعد كده انا عايز اعرف رصيد اخر المده من الكاش اخر فبراير، حلو قوي، بعت في يناير ب 700، هحصل حته في يناير وحته في فبراير، يبقى كلها معايا. اشتريت مخزون في يناير ب 350، هدفع حته منه في يناير وحته في فبراير، كله معايا. هاجي على مبيعات فبراير 800 هاخد منها حته صغنونه بس 40%، 40% ومشتريات المخزون بتاعت فبراير 425 هاخد نصها، وعندي مصاريف 150 في 175 بس كده خلصت. ده رصيد اخر المده. احنا بنعتبر يناير وفبراير مده واحده. ده الدائري. بس طلع سالك. ده الطريق الاوسطي كمان، ده كده الطريق الاوسطي. ماشي الحال. ده سالك ده. انا ماشي. قول اللي في نفسك يا باشا ما تخبيش. ايه؟ تقول اللي في نفسك. لا انا بس هو انا ممكن ارجع الكلام ده بسبب قله الكالوريز، الواحد ابتدى يهبط شغال يعني شغال. طيب انا بس عايز افكركم بحاجه عشان ما تنسوش. الناس اللي بيألفوا الامتحان اما جم حطوا المنهج بتاع البادجت ابتدوا معانا بالترتيب البديهي، قال لك الاول التوب مانجمنت بتعمل استراتيجيك بلاننج، وبعد كده هنا هنبتدي نقول لك البادجت حلوه في ايه، البادجت ايه مزاياها، ايه عيوبها، ايه اشكال طريقه اعداد البادجت، نخلي الناس تشارك، نخلي الناس ما تشاركش ونديهم على دماغهم. بعد كده عرضوا لك حبه طرق فوركاستنج، وبعد كده بعض الاشكال في الممارسه من البادجت، وبعد كده العنوان الخامس اللي احنا اشتغلنا فيه والتوب ليفل بلاننج. احنا تقريبا كده قضينا على العنوان الخامس ده تقريبا كله، فاضل لي فيه، فاضل لي هنا بقى ابتدي معاك. يعني احنا كنا في عالم مختلف، انا هدخلك على عالم جديد، ماشي الحال. العالم الجديد ده ليه سنس معين. انت النهارده والناس اللي حضرت معايا المره اللي فاتت ابتدت تلقط سنس شويه الناس دي ازاي بتالف عملي، ابتدت تلقط سنس شويه الكونسبت شكله عامل ازاي والاسئله شكلها عامل ازاي. انا النهارده والمره الجايه عايز اوريك انت ازاي تقرا نظري في السي ام اي كلها بارت 1 وبارت 2، ازاي تقرا نظري، ازاي تحل نظري، والجولدن رول شلوت النجاح في السي ام اي جاي من النظري مش من العملي. يبقى احنا دلوقتي هنفتح باب الايه، النظري. لو في حد من اخواتنا اللي معانا عنده مشكله في اللانجوج، الانجليش عنده مقصه شويه، هتتعب شويه مفيش مشكله، اتعب وهتلاقي الثمره بتاع تعبك دي. حد الانجليش عنده زي الفل يبقى انت كده الدنيا تمام، هيبقى عندك يعني القرايه بتاعتك هتبقى سلسه شويه، القرايه هتبقى سلسه شويه. واحد بقى عنده مشكله في اللانجوج بيضطر يترجم حاجات كتير، معلش هتعصر على نفسك ليمونه، هتتعب شويه والدنيا هتظبط، وهي تراكميه. واضحه الفكره؟ احنا خرجنا من تعليم، التعليم ده خرجنا منه بكونكلوجن ان انا بحب العملي وبكره النظري. الفكره في السي ام اي مختلفه، لان انت قدامك سؤال الاربع اجوبه قدام عينيك، فكونك مش عارف تحدد واحده فيهم ده دليل ان انت بعيد قوي عن النولج المطلوبه، صح ولا لا؟
واضح الكلام؟ تمام. فاحنا دلوقتي عايزين نعرض لك، احنا ناخد الحصه دي والحصه اللي بعدها هنعيش في الموضوع ده. هوريك ازاي تبص للنظري، ازاي النظري بيتقال، ازاي بيتقري، وربنا يكرمنا كده ونوريك سامبلز وهنكمل عليها المره الجايه ان شاء الله، ازاي تقرا النظري. لانك لو عرفت الناس دي ازاي بتالف اسئله، لو عرفت الناس دي ازاي بتالف اسئله، هتعرف ازاي تذاكر، هتعرف ازاي تذاكر. ماشي؟ فاحنا هنكتسب فليفر مهم جدا 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 خلال السيشن دي، بس احنا يعني الوقت مش كبير، والسيشن الجاي ان شاء الله. واضحه الفكره؟ طيب واضح الكلام؟ فهنبتدي بايه؟ بالاستراتيجيك بلاننج. هنبتدي بايه؟ استراتيجيك بلاننج. احنا النهاردة يا جماعة اتفقنا ان كلمة planning معناها ان سيادتك بتحط ايه؟ خطة، objective، وبتشوف means to achieve the objectives. انا النهاردة بحط خطة ابقى الراجل certified، ده الهدف. طب ايه الوسائل اللي تخليني certified؟ 1 2 3 4. الشركة بتحط هدف، طبعا اي شركة الobjective الاساسي بتاعها هيبقى اللي هي تعمل maximizing shareholders wealth، ان هي يكون عندها superior performance، ان هي يبقى عندها competitive advantage. ده الكلام اللي هو on a high 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 level. الناس اللي سيادتك بتشوفهم لو انت في شركه كبيره بتشوفهم في الايه، في كل كوارتر ميتنج بيبقوا في الهيد كوارتر بيتكلموا على ايه، على الليفل العالي جدا للاستراتيجيك بلاننج بتاع الشركه. فكلمه بلاننج من غير كلمه استراتيجيك معناها ان انا بحط ايه، اوبجكتيف. طب افرض حطيت قدام كلمه بلاننج استراتيجيك، يبقى استراتيجيك اوبجكتيفز، مش محتاجه دي. واضح الكلام؟ تمام. لو رحنا قرينا الكلام هتلاقي ان الناس هنا بيقول لك، الناس بتوع الاي سي ام اي بيقول لك ان الاستراتيجيك بلاننج تعتبر بروسيس بحط بيها الجولز، بس انهي جولز؟ اللونج تيرم جولز، لونج تيرم، احط بيها القرارات المتعلقه بالاستراتيجي. ايه الاستراتيجيه اللي احنا هنتبناها؟ ايه الاستراتيجيه اللي احنا ايه هنتبناها؟ واحد يقول له انتوا بتتبنوا في الموضوع ده؟ هشوف دلوقتي. ماشي الحال؟ طيب فالهدف الاساسي لاي بلاننج قلنا ان احنا يبقى عندنا ايه، سوبيريور بيرفورمانس وكومبتيتيف ادفانتج، ونعمل ماكسمايزنج للشير هولدرز ايه، فاليو. خلي بالك من حاجه، المفروض يا جماعه كل الناس اللي في كل الشركات كلنا المفروض، يعني ده المفروض بنسعى لان احنا نعمل ماكسمايزنج شير هولدرز ويلث. جميل. ممكن انت ما تحسهاش في الليفلز اللي تحت، اللي بيحسها قوي المانجرز اللي في الليفلز اللي فوق، لان الكومبنسيشن بتاعهم بيتربط بمدى نجاحه في تحقيق الهدف ده. عشان كده الناس دي ما بتنامش. هو احنا حتى ما بننامش، بس ما هي جايه كده بقى. طيب ايه الغرض من الاستراتيجيك بلاننج؟ ما احنا قلنا خلاص بقى هنحط حبه اهداف، بس الاهداف دي ايه؟ اوفرول اورجانيزيشنال اوبجكتيفز. ولا انت بتيجي جوه الاستراتيجيك جولز بتاعتك بتقول انا عايز اتشيف 100,000 دولار انكم السنه الجايه؟ لا طبعا، لا طبعا، احنا بنتكلم على حاجه استراتيجيك، ده اوبريتنج وده حاجه استراتيجيك. الاستراتيجيك بلاننج بتطلع منها بدرافت لكل الاستراتيجيك بلانز بتاعتنا، وبتديك فريم ورك ان سيادتك تعرف تعمل بادجت. يعني ايه الكلام؟ يعني هنفترض شركه زي ابل. الشركه ديت الاستراتيجيه بتاعتها بتحب تعمل انوفيشن، تنزل لك موبايل فيه فيتشرز مش عارف عامله ازاي والكلام ده. المفروض الاستراتيجي ديت تنعكس عندي في ايه؟ ان انا لما اروح ابص على البادجت بتاعتهم الاقيهم حاطين بادجت اماونت للريسيرش والديفلوبمنت رقم محترم. صح ولا لا؟ تمام. تمام. عشان كده بنقول ان الاستراتيجيك بلاننج تعتبر ساوند فريم ورك لسيادتك تعرف تعمل ايه، بادجت. لكن هل احنا قلنا ان الاستراتيجيك بلاننج من ضمن خطواتها اعداد الماستر بادجت والاوبريتنج بادجت؟ هي مكوناتها. لا لا، هي ساوند فريم ورك.
واضح الكلام؟ يجي بقى البشوات اللي بيألفوا أسئلة يأكلوا عليك عيش. نيجي يقول لك إيه؟ شركة إكس واي زي في البروسيس بتاعت الاستراتيجيك بلاننج وعملوا ميتنج وراحوا وجم، إيه من دول least likely نتصوره في الفيز ديت؟ خد بالك؟ إيه من دول least likely نتصوره جوه الاستراتيجيك بلاننج فيس؟ أي حاجة operational، صح ولا لا؟ تمام. فمهم قوي وانت بتذاكر تبقى عارف الباوندرز بتاعت كل حاجه بتذاكرها، ايه اللي فيها وايه اللي مش فيها. طبعا عشان تقدر تتصور ايه اللي مش فيها ده مستحيل، بس على الاقل تتصور اللي فيها كويس عشان يبقى عندك قدره على الحكم على الحاجه اللي مش فيها. واضح الكلام؟ طيب دايما بنقول ايه؟ بلاننج اند ايه؟ عند كنترول. عند كنترول. فمؤكد النهارده لما انت بتجيب البشوات اللي هم بقى توب توب مانجمنت في الشركه وتحط استراتيجيك جولز معاهم من في 5 سنين، عايزين الريجن بتاع الميدل ايست ايميا ده يوصل لريتيرن اون انفستمنت 20%، الكلام ده بتخاطب مين؟ مصعد اللي شغال عامل في المصنع؟ انت بتتكلم بيه التوب توب مانجمنت اللي ماسكين الريجن، صح ولا لا؟ تمام. البشوات دول ويل كومبنسيتد المفروض، يعني ربنا يكرمك كده. الناس دي بيتحط لها حاجه اسمها بالانسد سكور كارد، حاجه اسمها سكور كارد، حاجه اسمها كي بي ايز. اسمعوا عنها؟ كي بيرفورمانس. كي بي ايز ديت معموله عشان سيادتك تقعد متوتر ويجي لك ضغط، هي معموله عشان تحقق الاهداف بس ليها اثر سلبي على صحتك يعني. اما بيتحط لك الكي بي ايز ديت بعضها بيبقى فاينانشال وبعضها ايه؟ ناين فاينانشال. بتقعد قاعدة كده كل 3 شهور كل 6 شهور على حسب شركتك، ويقعدوا يشوفوا بقى اللي احنا حكيناه هنا ان احنا نفسنا نعمل ونفسنا نسوي ايه ظروفه. فاللي حطيناه في البلانز مع سيادتك بيعتبر بيز بالنسبة لنا عشان نعرف نقيم اداء سيادتك. واضحة الفكرة؟ الترند زمان يا جماعة كانوا ما بيجوا يقيموا المديرين كانوا بيقيموهم بالجوانب الفاينانشال بس، فده اثر سلبا ان كل مدير ابتدى يركز قوي على حاجات الشورت تيرم. انت معايا؟ طلعت دراسه في سنه 92 حاجه اسمها بالانسد سكور كارد، حاجه اسمها ايه؟ بالانسد سكور. طلعت في التسعينات دراسه لكابلن ونورتون، قال لك لا لا يستحسن لما تيجي تقيم اداء حد قيمه بجوانب فاينانشال وجوانب نون فاينانشال. واضح؟ يعني ايه الكلام؟ يعني كان مشهور قوي ان المديرين بيقيم ادائهم بالريتيرن اون انفستمنت، اسمعوا عنه؟ بحاجه اسمها ريزيديوال انكم. بتقيم بعض اداء المديرين بالايرننج بير شير، اسمعوا عن الايرننج بير شير؟ بالبوتوم لاين بالانكم. فالمديرين كانوا بياخدوا اكشنز شورت تيرم قوي بيحسن الاداء في الشورت تيرم وممكن يسمى معاه نيجاتيفلي فين في اللونج تيرم. فجي الناس قالت لك لا 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 لا، حاول تقيم المدير بقى من الجوانب الفاينانشال طبعا، ما خلي بالك ده الهدف الاساسي برضه، وثلاثة نون فاينانشال، واحد على الكاستمر ساتسفاكشن، وواحد على الانترنال بزنس بروسيس، وواحد على الليرنينج والايه والجروث، واحد على الليرنينج والايه والجروث، ونقعد ونحط كي بي ايز في كل كاتيجوري من دول في بدايه السنه مع سيادتك، ونيجي بقى نقعد نهري فيك انت وصلت فين وعملت ايه. واضحه الفكره؟ طيب دي حاجه جميله. طب انا النهارده اما باجي احط اوبجكتيفز للتيم اللي عندي، في حاجه مشهوره قوي في الشركات بنختصرها في كلمه سمارت، سمارت اوبجكتيف. في حد اول مره يسمع عنها؟ انا صراحه، ولا دي اخدين بالكم منها اول مره؟ اما تيجي تحط اوبجكتيفز بيقول لك خليها سمارت. يعني ايه سمارت؟ يعني يبقى سبيسيفيك، ميجرابل، اتشيفبل، رياليستيك، وليه ديدلاين. ما تحطش في اهداف التيم اللي عندك ولا مديرك هيحط في اهدافك حاجات عايمه. يعني احنا ان شاء الله عايزين نبقى كويسين، مفيش الكلام ده، مفيش حاجه اسمها احنا عايزين نبقى كويسين، احنا عايزين سيادتك بالتاريخ الفلاني تبقى مخلص كذا.
والله لو سيادتك شغال في شركه كبيره الكلام ده بيتعمل على ويب بيس سيستم. يعني احنا عندنا بتخش على ويب بيس سيستم في ماي اتش ار مثلا وتقعد تحدد الاوبجكتيف بتاعتك والديدلاين بتاعها وازاي ميجرابل وهكذا عشان تعرف تقيم بيها اداء اللي تحتك واللي فوقك يقيم ادائك وهكذا. واضحه الفكره؟ فبنحاول قدر الامكان ان نخلي الاوبجكتيفز بتاعتنا تكون ايه؟ ميجرابل. واضح؟ بس هنا انا عايز الفت انتباهك لحاجه. انت المفروض لما تيجي تحط الاوبجكتيفز بتاعت التيم بتاعك وانت وبيتحط لك الاوبجكتيف بتاعتك المفروض اللي هي كاسكيدد من الاستراتيجيك بلانز بتاعت الشركه. واضح الكلام؟ انت معايا؟ تمام. طيب ايه الليميتيشن بتاعت الاستراتيجيك بلاننج؟ بص بقى خدها قاعده عشان تخلص من القصه دي في المنهج كله. اي حاجه كويسه، اي حاجه متطوره، اي حاجه جميله بتضرب معاك دايما في الكوست والايه والتايم كونسيومنج عشان تبقى مريح دماغك. ماشي الكلام؟ لو جالك في الاساي اي ليميتيشن على اي ادفانسد تول موست لايكلي تايم كونسيومنج والكوست ماي اكسيد البنفيت. ده موست لايكلي برضه انت هتشغل دماغك مؤكد. ماشي؟ بس احنا بنتكلم كلام يعني ايه عام عشان تعرف تمشي حالك. لان النظري بتاع المنهج كبير. طيب ايه تاني ممكن اتصوره كليميتيشن؟ بص بقى اي حاجه بتتحط في الشركه ليها امباكت على المانجرز وممكن يكون ليها امباكت على الكومبنسيشن او ليها امباكت على الاستراتيجي وطريقه الشغل في الغالب بتقابلها ريزيستنس. انتوا معايا؟ معاك ما تقلقش. طيب طب انا النهارده عشان اعمل استراتيجيك بلاننج التوب مانجمنت متصور تمشي بخطوات عامله ازاي؟ بتمشي بخطوات سيادتك هتحفظها في كلمه ماس اي سي. تحفظها في كلمه ايه؟ ماس اي سي. ماس اي سي اول حاجه بنعملها بنحط حاجه اسمها ميشن. اسمعوا عن الميشن؟ الميشن والفيجن. اي شركه تخشها محترمه كده تلاقي كل الحيطان معمول براندنج وكل الحيطان مكتوب عليها ايه؟ وكل الحيطان مكتوب عليها الميشن. حتى تلاقي الموظفين مش بيقروها بس مكتوبه، فاهم؟ الميشن ديت بتبين الريزن تو بي، احنا ليه موجودين اصلا؟ فاهمين الكلام؟ يعني مثلا كارجل، ليه كارجل موجوده؟ كارجل موجوده عشان خاطر نعمل نورشنج للورلد بالكوموديتيز بتاعتنا. اخد بالك من الكلام؟ مش بقول انا كارجل موجود عشان ابيع عمل الكلام، فاهم؟ تلاقي شركه يعني الكلام بيبقى ايه؟ بيبين لك الريزن تو بي ومش بيحطك في خندق معين، ده بيخلي الكلام جنرال قوي. بتبين فيها الفاليوز بتاعتنا ان احنا مثلا تريت اور امبلويز ويز ديجنيتي مثلا، يعني ماشي الحال؟ في الحاجات دي هتلاقيني احافظ كويس قوي، خلي بالك. طيب فاول حاجه بنحددها اسمها الايه؟ الميشن. ميشن. هل ينفع في الميشن دي بقى اكتب شورت تيرم اوبجيكتيف؟ لا، استراتيجي في الاخر. ده كلام هاي ليفل قوي. ينفع تكتب حاجه بتحشرك في فيلد معين؟ لا طبعا. بيبقى بيتكلم عن الاوفرول جولز، بيتكلم عن الفاليوز، بنتكلم عن الفيجن بتاعتنا في المستقبل. احنا ليه اصلا موجودين؟ واضح الكلام؟ طيب بعد كده بتعمل حاجه اناليسز. بتعمل ايه؟ اناليسز. الاناليسز ده بتبص بصه جوه نفسك وتبص بصه حوالينك. البصه اللي جوه نفسك ديت الغرض اللي انت تعرف انت كويس في ايه؟ ايه السترينثز بتاعتنا؟ وايه الويكنسز بتاعتنا؟ وتبص بصه حوالينك ايه الاوبورتيونيتيز اللي بالنسبه لك وايه الثريتس اللي ممكن تهدد ايه في الوصول للاوبجكتيف بتاعك. فبتعمل حاجه اسمها ايه؟ سوات ايه؟ سوات اناليسيس. سوات اناليسيس. يعني انت النهارده راجل حددت هدفك، انا نفسي ابقى سيرتيفايد، عملت سوات اناليسيس. ايه الويكنسز بتاعتي؟ خلق ضيق وما بحبش اذاكر وكسول وقرفان من الدنيا، ماشي الكلام؟ شكرا. طب ايه الاسترينسز؟ الاسترينسز مثلا لما بفوق بقى ببتدي اعرف اذاكر كتير، اقرا كتير، احل كتير. طب ايه الاوبورتيونيتي؟ الجو فاضي الحمد لله ومحدش عامل لي دوشه، الشغل خفيف. ايه الثريت؟ لا بقى ده في دوشه في البيت وكل شويه طلبات،
اخدين بالكم الشركات بتعمل كده برضه. ايه السترينثز؟ والله احنا عندنا فاينانشال سترينث عالي جدا، وممكن الكوربريت بره يدونا لون بانترست قليله قوي يعملوا لنا فاينانسنج. طب ايه الويكنسز بتاعتنا؟ والله عندنا مانجمنت تعبانه وعايزه تروح في 60 داهيه، هتودينا في داهيه. فاهمين الكلام؟ ايه الثريت بالنسبه لي؟ والله في كومبيتيتورز ما لهمش حل وعندهم نو هاو عاليه وي وي وي. الحكومه كل شويه ريجوليشن يكسر عظمنا. طب ايه الاوبورتيونيتي؟ لا والله الاوبورتيونيتي ان السوق مفتوح ونقدر نكسبلور نيو ماركت. اه كلنا تمام حلو. الاستراتيجيك بلاننج ده توبك كده ينفع ايه؟ عارفين الكورسات اللي بتبقى بتتعمل في دوسيت وهيلتون والكلام ده، او سوات اناليسيس بقى وكور وبلالين وكده، ينفع الكلام ده؟ طيب تنميه بشريه. لا هو ده مش تنميه بشريه، بس كورسات بتجيب قرش حلو. واحنا هنا عمالين نقول 50% واطرح 40% لحد ما رقنا نشم. طيب يبقى احنا قلنا ماس اي سي، الام الميشن، الاي بتعمل اناليسيس السترينثز والويكنسز وال اسمها ايه دي الاوبورتيونيتيز والثريتس، يعني للاكسترنال والانترنال فاكتورز. وبعد كده بتعمل فورميوليشن للاستراتيجي. يعني ايه بتعمل فورميوليشن للاستراتيجي؟ يعني انت بيزد على رؤيتك لنفسك ايه السترينثز اللي عندك وايه الويكنسز اللي عندك، وبيزد على الاناليسيس اللي عملته للاكسترنال فاكتورز ايه الاوبورتيونيتيز وايه الثريتس. بديهيا المفروض لو انت ناصح المفروض ان انت فورميوليت استراتيجي تحاول تستغل ايه الاسترينسز بتاعتك، صح؟ وتستفيد بايه؟ بالاوبورتيونيتيز اللي في السوق. معاك يا باشا، احنا مركزين على فكره. معاك والله بنركز، بس هيلتون دلوقتي فاهم احنا. انا بس خايف اسمع حد بيشكر بس. لا لا قافلين الصوت ما تقلقش. طيب انا المفروض بعد ما بعمل سوات اناليسيس ببتدي اعمل فورميوليشن للاستراتيجي المناسبه ليا. فممكن انا شايف ان انا عندي تيم قوي جدا بيعمل ريسيرش وديفلوبمنت، زي مثلا شركه فايزر عملت لك لقاح يوديك في داهيه. قلنا هن ايه استغلينا الناس اللي عندنا اللي عندهم النوليدج وي 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 وي، واستغليت الاوبورتيونيتي ان مفيش منافسين، وطلعت الايه الدواء ده يعني اللاطين اللي هنا. فالشركه دي اخذت الانوفيشن كاستراتيجي طبقتها. في شركه تانية بقى زي لينوفو مثلا، لينوفو كوبك وديل والناس دي، الناس دي ما بتشتغلش قوي على الادفانسد فيتشرز على قد ما بتشتغل على الكوست ليدرشيب. فهم شايفين ان عندهم سترينثز عاليه جدا في توفير ماتيريال بارخص التكاليف، عندهم قدره كويسه جدا على استغلال العماله في الدول التعبانه فيحقق ريدكشن محترم في الدايركت ليبر كوست، ويستخدم الكوست ليدرشيب كاستراتيجي. واصله كده الفكره؟ ينافس في السوق بالسعر. اه بالظبط، بيزد على التكلفه القليله. التكلفه القليله صح. والتاني بالديفرنشيشن، يعني يبقى موبايل ما فيهوش اي يعني موبايل انت بتدفع بريميوم برايسز فيه عشان خاطر في حاجات انوفيشن، او عشان خاطر البراند اللي انا ما ينفعش ما امسكش موبايل كذا مثلا، يعني ليله كده. طيب الاستراتيجي اللي حددناها قد تكون كوست ليدرشيب او ديفرنشيشن، توكل على الله بتعمل امبلمنتيشن ليها عشان نقدر بعد كده نبقى نشوف الامبلمنتيشن ده نجح ولا فشل. بلاننج اند كنترول. كنترول بنحط بقى ايه استراتيجيك كنترولز عن طريق الايه بسم الله الرحمن الرحيم البالانس سكور كارد. لحظه واحده كده انا بس طلبت ميه عشان ريقي بينشف من نظري الحقيقه. بصوا انا بحاول احط لكم سكر على نظري بس النظري نظري. طيب تعالوا بقى نمشي على الماس اي سي واحده واحده كده. الميشن بتدينا ايه؟ لحظه واحده تمام اخد بالي خلاص.
طيب الميشن بتديك الجايدنج كومباس بتاع الشركه بتاعتك. الميشن موجود فيها انت ليه موجود، الريزن تو بي موجود فيها، الفاليوز والفيجن بتاعتك. الميشن جواها الاوفرول جولز مش جواها سبيسيفيك جولز. واضح الكلام؟ طيب بعد كده بنعمل ايه؟ بنعمل اناليسز. بنعمل اناليسز. الاناليسز عشان نعمله بنعمل اناليسز الاكسترنال فاكتورز و الانترنال فاكتورز. جوه الاكسترنال فاكتورز بيطلع لك واحد مشهور قوي في الاريا بتاعت الاستراتيجيك بلاننج اسمه ايه؟ بورتر. اسمه بورتر. بورتر السلايد ده يا جماعه تقريبا مفيش ايساي غير ما يجي فيه. مفيش ايساي غير ما بيجي ايه؟ عن بورتر بيجي فيه. يقول لك ممكن تقول لي الفايف فورسز موديل بتاع بورتر تروح لاطع له الخمس خطوات الخمس حاجات دول. ماشي الحل؟ طيب بورتر ده هو جاب الديب من ديلو. هو الراجل عمل ايه؟ قال لك انت عايز تعمل اناليسز لايه؟ اكسترنال للاكسترنال فاكتور. طب الاكسترنال فاكتور ازيت انا النهارده كشركه لو بصيت بص حواليا في الانفايرمنت اللي انا شغال فيها هلاقي ايه؟ هلاقي ناس زيي كومبيتيتورز، هلاقي ناس انا بشتري منهم وناس انا ببيع لهم، والسلعه محل التعاقد منها سبستيتيوت بيؤثر عليا. وصل الفكره؟ يعني انت عشان تفتكر الكلام ده في الامتحان ببساطه الاكسترنال فاكتورز هلاقي ايه؟ يعني ما انا لاما هلاقي واحد كومبيتيتور زيي فانا بشوف الريسك بتاع الانتري باي بوتنشال كومبيتيتورز. يعني شركه اتصالات هل هم عندهم ريسك عالي ان تاني يوم يصحوا يلاقوا شركه جديده في السوق؟ عندهم ريسك عالي؟ لا لا طبعا لا. عندهم ريسك منخفض. انت عشان تاخد اللايسنس دي مصيبه صح ولا لا؟ ولا احنا ممكن نجمع فلوس ونعمل شركه اتصالات؟ لا صعب. صعبه شويه صح؟ الدوله ممكن بس جمع بقى جمع واكسب. طيب هنا الانتنسيتي بتاعه الشركات المنافسه الرايفرلي among established companies عامله ازاي؟ ايه مدى كثافه السوق؟ يعني سوق زي الاتصالات ده المحمول والكلام ده عارفين ده بيتسمى ايه؟ سوق ايه؟ بيسموه اوليجوبلي. بيسموه ايه؟ بيسموه اوليجوبلي. عارفين يعني اوليجوبلي؟ يعني احتكار قله. احتكار مش احتكار بالقاف، احتكار بالكاف. احتكار قله. ماشي. طيب بعد كده البارجينينج باور بتاع انا عايز اقول ان احنا بورتر بيقول لك اللي انت تمشي على لاين لاين وتسال نفسك سؤال هو ده اوبورتيونيتي ولا بيت. الله ينور. طيب البارجينينج باور بتاعت البايرز عارفين يعني ايه؟ المشترين يعني القوه التفاوضيه بتاعت الزبون. القوة التفاوضية بتاعت الايه؟ بتاعت الزبون. اما انت بتبيع حاجة كاستمايزد قوي ديفرنشيتد قوي القوة التفاوضية دي بتمثل لك اوبورتيونيتي ولا ثريت؟ اوبورتيونيتي طبعا. والعكس صحيح صح كده؟ تمام. والسبلايرز انت حظك المنيل لو بتشتري من سبلاير اقرب ما يكون للمونوبولي وبتبيع لبايرز اقرب ما يكون للكومبيتيشن. ده بقى اللي امه ضايع عليه. فاهم الكلام؟ والكلوزنس بتاع السبستيتيوتس معناها ان سيادتك مثلا بتنزل كوبايات ازاز ماشي؟ ايه السبستيتيوت بتاعها؟ كوبايات ايه؟ بلاستيك مثلا. واضح؟ ايه بقى مدى السبستيتيوت ده تاثيره عليا؟ هل هو ثريت ولا اوبورتيونيتي؟ واصله؟ ممكن بقى يقول لك سيفتي وبيفتي والكلام ده فالمفروض ان انت تتصور بالبرسبكتيف ده ان الناس هتبطل تشرب في الايه؟ الازاز. في الازاز وتاخد الكورونا بالبلاستيك. ماشي الكلام؟ طيب هتبص بصه جواك بقى هتعمل اناليسز للايه؟ انترنال للانترنال فاكتورز. هتكتشف مجموعه من السترينثز ومجموعه من
الويكنس. الويكنس. فانت بتشوف ايه الريسورسز، ايه ظروف الريسورسز بتاعتي؟ بنكحه تراب، مفيش هيد كوارتر يدينا فلوس، فاهمين الكلام؟ ايه اخبار الناس اللي بتدور البيزنس، اللي هي الكومبتنسي بتاعت الناس اللي شغاله والكابابيلتيز، الناس اللي بتدور البيزنس ايه ظروفهم؟ المانجمنت ضعيفه ولا قويه؟ عندها نو هاو ولا ما عندهاش؟ بتفضل تعمل تحليل وتشوف هو يمثل ايه السترينث او ايه او ويكنسز. بعد كده السلايد ده حلو قوي، بيقول لك انا عايزك تعمل استراتيجي تبقى كونسيستنت مع الميشن بتاعتك، الريزن تو بي والفيجن والفاليوز والاوفرول جولز، عشان خاطر توبتمايز الايه السترينثز، وعشان خاطر تكوركت الايه الويكنسز والليميتيشن، عشان خاطر تاخد الادفانتج بتاعت وجود الاوبورتيونيتيز، واللي في نفس الوقت تحاول تعمل كاونترنج للثريت. واضحه الفكره؟ طيب احنا قلنا ماس اي سي ام ميشن اي اناليسز انترنال اكسترنال، الاكسترنال فيه بورتر بيجي لك في الاساي، حلو الكلام؟ ايوه جميل. يبقى ماس هنخش على حرف الاس، اديني بقى ايه الاستراتيجي، هتختار استراتيجي ايه؟ هيطلع لك بورتر برضو، بس مش بالفايف فورسز، بالفور جينيريك استراتيجيز. ماشي. يقول لك الشركات بتتبنى تو اكستريمز ممكن نتصورهم، ديفرنشيشن وكوست ليدرشيب. طبعا لو رحت للكتب هتلاقي الديفرنشيشن بقى رولز رويز ابل والكلام ده، ماشي، وهتلاقي في الكوست ليدرشيب ديل وكومباك ولينوفو. واضح؟ ومن كل واحده يعني الكوست ليدرشيب دي بتلعب على التكلفه، تنزل السعر المنتج في السوق قليل نتيجه ان هي عندها سترينثز قويه جدا ان هي تعرف تصنع حاجه بتكلفه قليله. عشان كده معظم المالتي يعني معظم الشركات شغاله بديل ولا بابل؟ ديل. بديل طبعا. ماشي الحل. من كل واحده هتلاقي فيه فوكس، يعني كوست ليدرشيب وفوكس، ديفرنشيشن وفوكس. الفوكس ده واحد بيركز على سيجمنت جوه الماركت. واضحه الفكره؟ كانه لابتوب مثلا معمول لناس بتوع مثلا جرافيكس بس. لاطيني الليله؟ طيب يبقى انا النهارده ماس اي سي حرف الام الميشن، الايه الاناليسز الانترنال والاكسترنال، الاكسترنال هنا في 5 فورسز لبورتر، بعد كده حرف الاس الاستراتيجي كوست ليدرشيب وديفرنشيشن، وكل واحده منهم فوكس. ممكن يقول لك في الاساي برضو يقول لك الفور جينيريك استراتيجي. طيب بعد كده حددت الاستراتيجي بتاعتك، هتشتغل كوست ليدرشيب او ديفرنشيشن، توكل على الله بقى واعمل امبلمنتيشن. بس وانت بتعمل امبلمنتيشن ده معناه ان انت هتطبق بقى في الشركه نفسها، لازم تاخد في الحسبان الكالتشر بتاعت الشركه، تاخد في الحسبان الـ كل لوكيشن شغاله ازاي، والاورجانيزيشنال ستراكشر فلات ولا طول، حاجات كتير لازم تاخدها في الحسبان وانت بتطبق الاستراتيجيه. وطبعا حته الكوميونيكيشن بتلعب دور جامد جدا، وربط اهداف المديرين بالاستراتيجيه الجديده اللي اتطبقت. واضحه الفكره؟ طيب planning and control ماس اي سي، السي الاخيره ديت ايه؟ control. control. طب انا كنت زمان بقيم المانجرز كنت مركز بس على ايه؟ financial. على جانب الفاينانشال. دلوقتي انا عايز فاينانشال وثلاثه نون فاينانشال. نون فاينانشال الكاستمر ساتسفاكشن والانترنال بزنس بروسيس والليرنينج والجروث، وحالا هقول لك تفاصيلهم ايه. ماشي الحال؟ طيب دي الفكره الجديده، مش جديده طبعا، دي اخر طلع في اول التسعينات، بتاعه ازاي نقيم المانجرز بشكل بالانسد. بشكل ايه؟ بالانس سكور كارد. بشكل بالانسد، ما هي اسمها جاي من الصفه بتاعتها، انا مش عايز افوكس بس على ايه، مش عايز افوكس بس على الجانب الفاينانشال. فاينانشال
طيب انا عايز اقول لكم على حاجه حلوه قوي. اخد بالك من الاسهم دي؟ هل ليها معنى؟ اه ليها معنى. بيقول لك ايه؟ بيقول لك شايف الكاستمر برسبكتيف؟ قلت له اه شايف. قال لي شايف الانترنال بروسيس؟ قلت له اه شايف. قال لي شايف الليدنج والجروث؟ نون فاينانشال. دول يعتبروا ليدنج انديكيتورز. يعتبروا ايه؟ ليدنج انديكيتورز. وده يعتبر لاجنج انديكيتور. واحد يقول لي مش فاهم ولا حاجه. بص يا سيدي، انت النهارده مين اللي بيعمل الشغل؟ الموظفين صح؟ فانا عايزك تبتدي من تحت. شوف الموظفين محتاج يعرفوا ايه، ايه الليرنينج بتاعهم، ايه اعمل لهم اون ذا جوب تريننج، ظبط لهم ال قضيه النوليدج تبقى عندهم كويسه. ما يبقاش الشركه مثلا منزله اوفر والكاستمر سيرفيس اصلا مش فاهم الاوفر. انت معايا ولا ايه؟ فانت بتلعب الاول على السكيل بتاع الايه، بتاع الـ 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 الناس اللي شغاله هنا. طبعا الاتش ار بيلعب دور جامد جدا. والمفروض طبعا انت لو في شركه برضو كبيره هتلاقي ان في مانداتوري ليرنينج اورز لازم تاخدها. يعني يطلع لك في الكالندر بتاعتك وكل شويه يجي لك ايميل لازم تخلص التريننج ده. ما هو مش عشان سواد عيونك، هو لازم سيادتك يكون عندك مينيمم يعني بيز من النوليدج في حاجات معينه على حسب البيزنس بتاعك. واضح؟ جود. طيب ظبطت الناس، خش بقى على الانترنال بروسيس بتاعت شركتك. ايه ظروف الرو ماتيريال؟ هل الرو ماتيريال احنا محتاجين نشتغل عليها؟ ندور على سبلايرز افضل؟ ايه اخبار الاستخدام الافشنسي في استخدام الريسورسز؟ يعني بتتكلم جوه المطبخ، جوه المصنع، جوه الفانكشنز. ظبطت ده، المفروض ده يسمع مع مين؟ كاستمر برسبكتيف. مع الكاستمر برسبكتيف. الراجل الكاستمر ساتسفاكشن عنده ايه يعني؟ فيسمع فين؟ في الفاينانشال. لا طول ليله. فالليله السودا دي كلها عشان خاطر ايه؟ اللاجنج انديكيتور اللي هو الايه، ماكسمايزنج شير هولدرز ويلث. واضحه الفكره؟ ماشي الكلام. ده اكزامبل للبالانس سكور كارد من عند مين؟ من عند عمه هوك. من عند مين؟ من عند عمه هوك. ما اعرفش ليه في الاديشن الجديد شاله، بس انا شايفه ظريف. هديك كده منه اكزامبلز هتوضح لك الفكره عامله ازاي. الشركه ديت، بس انا هنا عايزين نلفت انتباهك لحاجه مهمه قوي. ما ينفعش سيادتك تروح لشركه اكس تقول له ممكن تديني البالانس سكور كارد بتاعتك وتطبقها في الشركه بتاعتك، لان البالانس سكور كارد المفروض تبقى اكستراكتد من الاستراتيجيات والحاجات اللي هي بالنسبه لك انت مهمه. وقته الليله كاستمايز كتير. الله ينور عليك، فيها كاستمايزيشن عالي جدا. فاللي بيمثل عوامل نجاح حرجه للشركه اكس مش شرط هو بتاع الشركه واي. عشان بس ما حدش يستنصح او يكسل يقول طب انا هاخد الكارد بتاع الشركه واطبقها عندي وخلاص. ايفن لو حتى لو في نفس المجال، حتى لو في نفس المجال طبعا، لان السترينسز والويكنسز والاوبورتونيتيز والستريس رؤيتكم ليها مختلفه. ماشي الحال؟ تمام. طيب القصه ببساطه، انت بتحط اهداف على المستوى المالي واهداف على مستوى الكاستمر واهداف على مستوى الانترنال بروسيس واهداف على مستوى الليرنينج والجروث. طب حلو قوي. بتيجي تحدد مع كل مدير ماسك الاريا بتاعته الكي بي ايز بتاعتنا اللي هو المفروض حياته متعكننا بسببها. انتوا معايا؟ ايوه. يعني انت النهارده مدير مبيعات، حطيت لك كي بي اي اللي انت لازم تزود المبيعات، عدد العملاء، فانت ما بتنامش غير عشان ايه؟ ازود. لانك انت في الاخر هتتاخد على بيرفورمانس ايفالويشن، هسالك على الايه؟ عدد العملاء، على الكي بي ايز ديت. واضحه؟ ماشي؟ تمام. طيب تمام. بنعمل طبعا 400 ميتنج. هنعمل ايه؟ 110 ميتنج. الله ينور عليك. هنقعد ندسكس ايه بقى؟ هنقعد ندسكس الانيشيتيفز اللي المفروض نقعد نعمل برين ستورمنج
ونقعد نسمع في ودن بعض ايه اللي ممكن نعمله عشان نقدر نحقق الهدف الجميل ده. فواحد يهبد يقول مثلا نعمل امبلوينج لسيرش انجن، واحد يقول لك مش عارف نعمل سبيدنج للكوتنج بتاع العملاء. لاقطين الكلام؟ وبعد كده نروح نهري في الموضوع كده. ايه؟ نهري كتير في الموضوع. بعد كده يروح مدبسك بايه؟ بواحد ايه؟ بواحد تارجت. يقول لك ألف ألف مبروك سيادتك، السنة دي عايزك تقفل لي ب10% زيادة فين؟ في الكاستمرز. وبعد كده يجي السنة آخر السنة بقى يقعد يحاسبك. لقطوا الفريم ورك مثلا في الانترنال بروسيس انت ليرنينج والجروس، الموظفين اللي عندك هنفترض عندك كاستمر سيرفيس تعبان قوي، ناس ضايعه خلاص. فاجي اقول لك ايه الهدف بتاعي؟ اللي انت تزودني النولج بتاعت البشوات دول. الكي بي اي بتاعك انت كراجل سوبرفايزر او مانجر هيبقى عن طريق عدد المكالمات اللي احنا هنسجل كل المكالمات، عدد المكالمات اللي هنلاقيه الراجل الجميل بتاع الكاستمر سيرفيس بيعمل ريفيرنج للسوبرفايزرز. ماشي، ده ويكنس بالنسبه له. دي مصيبه، تقعد بقى تزهق الكاستمر. طيب طب ايه، تعالوا بقى نعمل 400 ميتنج، ايه الانيشيتيفز؟ يقول لك نديهم تريننج. جميل قوي، نروح مورطينك في اخر ميتنج بالايه، بواحد تارجت حلو كده. اقول لك انا عايز 20% فيور كولز ريفير، ونسجل المكالمات ده او نهري ونلاقي مثلا 15% بس ليه ومش ليه، وطب نعمل ايه وهكذا. واضحه الفكره؟ طيب ده شكل كده من اشكال الايه، البالانسد سكور كارد. بتوع سي ام ما بيجي يسالوا في الحته ديت يجي يقول لك ايه، كل ده متصور الاقيه في الانترنال بروسيس الا ايه، بيجيب لك واحده بقى مرتبطه بالكاستمر، واحده مرتبطه بالفاينانشال. وصل؟ احنا النهارده للاسف ما عندناش وقت كبير اقعد نخش في الاسئله ونبص الدنيا بتتالف ازاي، بس انا بديك هنت والمره الجايه بقى هفوكس قوي قوي على الحته دي. ماشي الحال؟ المفروض الكلام دوت نحفظه ولا نعمل فيه ولا نفهمه ولا... حلو قوي السؤال ده، سؤال ممتاز. اجابته كالتالي، احنا عايزين سيادتك تفهمه ويحصل عليه معدل تكرار عالي قوي، فالفهم ده يتحفظ. ايه رايك نحفظه يعني؟ ده الستاندرد يعني، ده الحاجه الايديال. لا انا بقول بص واحده، دي الحاجه الايديال. انا النهارده هفهم، لو انا فهمته يبقى الحفظ هيبقى سهل. ما هقول لكم انا النهارده هفهمه كويس قوي. حلو، معدل التكرار في القرايه هيحصل مقدار من الثبات في الذهن. الثبات ده ما جاش من الحفظ الاصم اللي هو بتاع زمان ده عشان تخش تروح في الورقه بتاعه الامتحان دب. لا مش ده، احنا هنا فهم للمعنى. اما نحل الاسئله المره الجايه يعني هتفهموا انا قصدي ايه قوي. يعني هم عايزينك فاهم قوي، دريان بالموضوع قوي. ماشي، ففهم محفوظ تمشي دي. تمام. نحفظه لحد ما ربنا ييسر بقى. لا لا، احنا نفهمه ونراه كذا مره وتحكيه كذا مره، تجيب مثلا حد في البيت عندك مزعلك تقعده جنبك تقعد تحكي له الموضوع. ماشي الحال. طيب كان في ناس، في حد يا جماعه؟ ماشي، كان في ناس عملوا ماتريكس كده مشهوره قوي 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 قوي. الماتريكس ده شفتوه قبل كده؟ جم قالوا لك ايه، انت عندك القدره اللي انت تمسك البرودكت لاينز بتاعت شركتك، اللي انت تمسك البورتفوليو بتاع الانفستمنتس بتاعتك، اللي انت تمسك السبسيدريز بتاعت الكونسوليديتد كومباني وتقسمهم بيزد على الشكل ده. قلنا لهم ايه الشكل الجميل ده؟ قال لك لو جيت تاملت هتلاقي ان قصه اي برودكت لاين او اي سبسيدري او اي برودكت بتبتدي هنا. قلت له يعني ايه بتبتدي هنا؟ قال لي بتبتدي بالكويشن مارك، انت بيدخل لك كاش جينيريشن قد ايه؟ لو بس انت عمال تصرف عليه ريسيرش اند ديفلوبمنت وتصرف عليه مش عارف ايه عشان يطلع، يمكن يطلع برودكت حلو ويتباع.
تبتدي الدنيا تنور شويه وننزل في السوق بقى، يبتدي الكاش فلو ايه يعلى يعلى، فيخرج من الكويشن مارك يخش على ايه على الستار. بس هنا انا ستيل برضو بصرف عليه ريسيرش اند ديفلوبمنت عالي، يبتدي يحصل استابيليتي عندي في التكنولوجي شويه، هيبتدي اصرف عليه ايه قليل طبعا، دي بقى احلى حته، والكاش انفلو ايه يعلى، فهنا بنسميه ايه كاش كاو. بعد كده بعد كده طبعا البيتنت بتاعك هيتسرق، والشركات الصينيه هتنزل تضخ بقى في السوق حاجات بتاعتك فتخش في الدوج، يبقى منتج كلاب يا الدوج ده لو انفلو ولو اوت فلو، بتفكرني حرف الدي بتاع دوج بالديسبوزل، في الغالب الدوجز بيتعملهم ديسبوزل. ماشي الحل؟ طيب احنا عمدا خدنا فكره كده النهارده على حبه نظري، المره الجايه هخش اندبس شويه وهجيب لكم اسئله، انا مختار لكم 20 سؤال تمام. شكرا. ماشي، هنقعد نشوف ازاي نحلهم، اما تعرف ازاي بيألفوا هتعرف ازاي تذاكر. ماشي الحل؟ واضحه الفكره؟ تمام. حلو قوي. طيب احنا ايه التارجت بتاعتنا؟ كلنا معانا السلايدز بتاعت الاستراتيجيك بلاننج؟ اه. طيب ممكن نبعتها تاني على الجروب يا استاذ محمد؟ ماشي. دي حاجة. الحاجة التانية، احنا النهاردة اخدنا الكاش بادجت، معاكم التارجت بتاعتها؟ انا اظن اديناها لكم مرة اللي فاتت، نبعتها تاني؟ انا اول محاضرة يا دكتور، فحضرتك يعني انا هكلم حضرتك بعد المحاضرة عشان بس حاضر حضرتك كمل عادي وبعد كده بسأل حضرتك. حاضر. احنا بس عايزين استاذ هو احنا كنا الهوم ورك كان التارجت كان 10.5 10.6، حلو قوي. المفروض ان احنا عندنا 10.7 و8 و14.2 تقريبا حالا حالا 10.3. ماشي، دي اللي خدناها المره اللي فاتت. ماشي، احنا بس نشوف هو مصر محمد راح فين. محمد ايه يا فندم؟ معلش النت كان فصل عندي. ولا يهمك. احنا دلوقتي المره اللي فاتت عشان احنا معانا شباب اول مره يعني يحضروا، احنا المره اللي فاتت اخذنا الاوبريتنج بادجت، ازاي نعمل سيلز ريفينيو لحد ما نقفل بانكم ستيتمنت. النهارده اخذنا الكاش بادجت. تمام. خلاص، انا عايزك استاذنك بس ابعت لي التارجت بتاعت الكاش بادجت. ماشي؟ حاضر، اوكي. وهنبعت وهنبعت السلايدز بتاعت الاستراتيجيك بلاننج، وعايز سيادتك تفتح ورقه كده واقول لك احنا محتاجين الاسبوع ده نعمل ايه. ماشي؟ طيب تمام. انا هكلمك بعد المحاضره عشان النت عندي وحش جدا، انا سامع كويس لو انت سامعني. انا سامع. تكلمني انا؟ معلش بس انا بعت منكم. لا حلو قوي كده. الوقت الاقتصادي بتاع انا ما سمعتش حاجه، خلي بالك. بجيت. طيب. ان النت نت عند استاذ احمد ده. النت يا استاذ احمد بس عند حضرتك بيموت تقريبا. مش بجيت. طيب. طيب عندنا كلنا ما سمعتش حاجه. الكاش بادجت التارجت الكاش بادجت. طيب التارجت بتاعه جميل. هو احنا ما سمعناش حاجه، بس انا هقول لك ايه، النت عم حضرتك بيقطع فانا مش سامع. احنا دلوقتي ببساطه اخذنا الكاش بادجت النهارده. حضرتك ان النت فصل عندي اكثر من 10 مرات. طب ممكن تسمعوني؟ احنا النهارده اخذنا الكاش بادجت صح؟ تمام. مستر محمد هيبعت لكم التارجت بتاعتها، دي اكتر حاجه في الاولويات بتاعتنا.
طب افرض حضرتك عندك حاجه معلقه من الاسبوع اللي فات هتخلصها، يبقى الاولويات بتاعتنا رقم واحد الاوبريتنج بادجت، خلصتها تخش على الكاش بادجت، خلصتها في عدد معين من الصفحات في الاستراتيجيك بلاننج سيادتك لازم تقراه. لو ما لحقتش الاسبوع الجاي عندك روم اللي انت تقراه. فاهمين الكلام؟ تمام. يبقى احنا الرانكينج بتاعنا كالتالي: اوبريتنج بادجت لو سيادتك عندك حاجات لسه واقعه حلها، الكاش بادجت حلها الاسبوع ده، وبعد كده الاستراتيجيك بلاننج هتقراها. ده اللي انا عايزه منك. افرض وقتك ضيق قوي ما لحقتش، عندنا روم، انا في بدايه الكورس ببتدي حنين، يبقى عندك روم لحد ما العظم ينشف شويه بنبتدي ايه نشد حيلنا. ماشي الحال؟ تمام. واضح كده؟ طيب ايه عدد الصفحات اللي هنقراها في الكاش في الاستراتيجيك بلاننج؟ الهاند اوتس هنبعتها تاني برضو، اللي هي كم صفحه قلنا؟ 21 صفحه. الهاند اوتس 92 صفحه. الهاند اوتس 92 صفحه. من صفحه رقم 3 لصفحه رقم 25 ده ديتيلد ديسكريبشن للاستراتيجيك بلاننج. لو اخذنا كل يوم 5 صفحات هتلاقيها تمشي. ماشي الحال؟ واضح؟ تمام. طب افرض ما لحقتش، مفيش مشكله الاسبوع الجاي هيبقى في وقت ليها برضه كده. اول 3 صفحات دول حاجه فاتت يا دكتور؟ اول ايه حضرتك قلت من 3 ل 25. اول 3 صفحات 1 2 3 دي حاجه فاتت. اسف، اول صفحتين 1 2. اول صفحه دي مكونات المنهج. ايه ماشي تمام. ودي مكونات المنهج. ماشي الحال؟ تمام. كده كلنا عارفين ايه التارجت؟ كلنا عارفين؟ بالنسبه للقديم الريميننج يا جماعه، عشان احنا طبعا وقعنا 10.7 و8 و14 دول وضعهم ايه؟ طيب احنا الاستراتيجيك بلاننج يا مستر من صفحه 3 لصفحه 25. انا ما اعرفش النت ماله جه على الاخر والدنيا قفلت ليه كده. شو سامح بس بالنسبه للاسئله التارجت 10.7 و10.8 وايه كمان؟ طب بقول لكم على حاجه شباب. ايوه دكتور، انا هبعت لكم التارجت وهبعت لكم فويس على الواتساب. ايوه ماشي. الناس ماتت خالص. تمام معاك. تمام خلاص، بس ادوني نص ساعه كده اريح شويه وهطلع لكم بالتارجت والفيديو بالمره. فيديو ايه؟ التسجيل يعني قصدي التسجيل. طب احنا ماشي، احنا عايزين المره الجايه بس لو ينفع حد يسجل، عشان انا ممكن يعني بخلص السيشن ممكن انزل على طول وبعد كده ارجع تاني، فاهم قصدي؟ هتلاقيه مثلا ارفعها بكره وانا النت اصلا عندي، يعني فاهم قصدي؟ يعني لو نقدر نسجل كل واحد يسجل هتبقى احسن، بس انا كده كده بسجل وارفع، بس النهارده بيبقى بالنسبه لي صعب شويه. فاهم قصدي حضرتك؟ اوكي ماشي. محمد يحيى ممكن يساعدنا في القصه دي. احنا عايزين نت، صوره نت، ربنا يسهل ان شاء الله. طيب احنا خلونا نقفل على كده، هنبعت التارجت ونحط على الواتساب الفويس كده يوضح الدنيا فيها ايه، ولو حد ليه اي اسئله يسال وهنجاوبه يعني. طيب يا دكتور التارجت بتاع الكاش بادجت حضرتك قلت عليه؟ هنبعته. طيب تمام. مستر محمد هيظبط لنا الدنيا ديت. ان شاء الله. لا تقلق. ماشي؟ تمام. شكرا. العفو. يلا نشوفكم على خير. حفظ الله.
السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم شيخ مسعود.